أقدم ميناء في تاريخ المملكة وإرث تاريخي يدعو للفخر، ميناء العقير يقع على شواطئ مدينة الأحساء. كان شاهداً على بداية تأسيس المملكة ومثل أهمية اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، واعتبر أحد أهم الأسواق التجارية في العالم قديماً. أسست هيئة السياحة شركة تطوير العقير لتعمل على تحويل هذا المعلم التاريخي إلى مقصد سياحي وترفيهي للمواطنين والسياح. لحكاية قصة ميناء، كان بوابة تربط الشرق بالغرب.